بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة الصف السادس الثانوي، نحل مع بعض تاني امتحانات أو بوكلتات خاصة بحصص مصر. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من جوليا إلى مريم بتقول لها كومون تيفا، كيف تعودين من عيد ميلاد تونامي زميلتك صوفيا؟ قالت لها جيني سيبا، أنا لا أعرف. جي في بوتتر، أنا ربما سآخذ الأتوبيس بتاع منتصف الليل. قالت لها بركوا، لماذا أنت نيفو با بروندر لتاكسي؟ لماذا لا تأخذين التاكسي؟ قالت لها إذا أنا أخذت الأتوبيس أدفع 4 يورو، ولو انا اخذت تاكسي هذا يكلفني عموما على الاقل 5 مرات اكثر. قالت لها 5 مرات اكثر؟ قالت لها نعم. افيك ان تاكسي بالتاكسي يجب ان ادفع 25 يورو. قالت لها سيترو بشي انه غالي جدا. جيتي كونسي انصحك ان تعودين عندك ابي على الاقدام. قالت لها تريبون ايدي، فكره جيده. اجوردوي اليوم الفيف دو، جو لطيف ايلوجين والناس يكونوا باغتو في كل مكان. دلو جردان في الحدائق، لو بارك المتنزهات، لغو الشوارع. لو دكتور، الدكتور مي كونسي نصحني ديو ماشير، انا امشي ان ديمير نصف ساعة بارجوغ يومي. مارتين ادستي قررت العودة للمنزل في اتوبيس ولا في عجلة ولا على الاقدام؟ على الاقدام، خدنا رقم سي. الحفلة فاست المني سوف تنتهي آمدي في الظهيرة الساعة 15 حوالي منتصف الليل، حوالي منتصف الليل. مارين تأخذ تاكسي، لو مارين أخذ تاكسي هي سوف تدفع 25 يورو، 25 يورو أو 25 يورو. وجوردوي اليوم التاكسي يكون بو جميل، خدنا بو الأولاني. لوميديسان نصح مارين أن تمشي بارجور يومياً، هو قال لها مشي نصف ساعة بارجور يومياً. تمام. ربع ساعة ديمير، نصف ساعة ناخده رقم ب. بيقول لك صوفيا فاتس سيلبري سوف تحتفل نوت دالا سوري بعيد ميلادها، بعيد ميلادها الأولاني. شوازيل روبونز كوريكت، اختار الإجابة الصحيحة. آشا كان ستاسيون في كل موقف. فوترامي زميلك فودوموند يطلب منك كيل ترانسبور، أي وسيلة نقل تسير سير لاري على القضبان؟ أنت تقول إنه المركب، إنه السيارة، إنه القطار، يبقى ناخده إنه القطار الثالث. فودوموند تطلب من فوترامي من زميلك لماذا ويذهب إلى إيربور إلى المطار؟ هو هيقول لكي يسافر في قطار، لكي يشتري تذكرة مترو، هو رايح المطار، لكي ياخذ الطائرة، يبقى خدنا البور بوندر لافيون لكي ياخذ الطائرة. فوفود بلاسي أنت تتنقل أبيع على الأقدام، فودي أنت تقول أنا أحب المشي فوفون فورمي أنت تسأل على سعر أمبلي تذكرة قطار، أنت تقول سيكون بيان بكم؟ تمشي مع كل حاجة. فوني ميبا أنت لا تحب السفر بالمركب، أنت تقول إنه رائع، أنا لا أحب الطائرة، أنا أخاف من الماء، جي أبوغ دي لاو أخدها على طول، أخاف من الماء. فوني أنت تعطي كونسي نصيحة على سيكوليست إلى راكب دراجة، أنت هتقول له ني مي با لا كاسك، لا تلبس خوذة، مارشي سير لا تروتوار، مشي على الرصيف الجانبي، مارشي لبست قبل مشي على ممر العجل، يبقى ناخده مشي على ممر العجل. فودمان تطلب من زميلك أين هو يذهب، أين هو سوف ينزل، هو هيقول بار لو تريند اليوم، باصرة قطار اليوم مع زملائي من الطائرة بتاعت باريس، من أين سينزل ولا أين هو سوف ينزل إلى المحطة القادمة، أخذ اللي بعدها. لو كان قال لي من أين كنا خدنا من الطائرة، أين بس يبقى إلى المحطة. فودموند أن تطلب من فوتر مين من زميلك سون موين دي ترانسبور وسيلة نقل المفضلة، تطلب من زميلك وسيلة نقل المفضلة، هو هيقول
انا افضل المترو. تطلب من زميلك وسيله نقل المفضله، هو هيقول لك انا افضل المترو الاولاني. فودمون، تطلب من فوترامي من زميلك اين هو يشتري ديزرت الحلوى، هو هيقول الا بولونجري من المخبز، الا باتسري من محل الحلوى. خلاص الا باتسري من محل الحلوى. فوني فوي بابيا، انت لا ترى جيدا فودي، انت تقول جيمال عندي الم في البطن، جيمال لا جنب عندي الم في الساق، جيمال لا مين، جيمال العيون عندي الم في الايدي او في العيون، ناخذ العيون طبعا عشان هو لا يرى جيدا. فوفولي فوتوغرافيا، انت تريد تصوير فوتر كيب فريقك المفضل، انت تقول عرني زيك التصوير يكون رائع، انا اريد مضربك، عرني آل تصويرك. لو انت عايز تصور فريق هتقول لزميلك عرني آل التصوير. وكنسي، انت تنصح فوتر فرير اخوك لكي يحصل على بونو درجات جيدة، انت هتقول له يجب ان تلعب في الشارع، انت تنصح اخوك لكي يحصل على درجات جيدة، انت هتقول له يجب ان تلعب في الشارع، يجب ان تنتبه في الفصل. قواعد، بيقول لي امس منى كوشي نامت خدت تبعيه، طالما خدت تبعيه بحاجه من اتنين، يا فعل من الافعال ال 14 يا فعل ذو ضميرين. كوشي مش من الافعال ال 14، تبقى ذو ضميرين على طول اخد الاخرانيه. اكل الرت، الموقف مفرد مذكر، اكتب عليه اخد كل التاني. تياتون دي كي، من تنتظر انت، انت تنتظر مين؟ قال له انا لا انتظر بالعربي ها احد بغصوب. اونفيل، في المدينة جيميدي بلاسية تنقل بالعجلة، العجلة بتاخد ايه؟ بتاخد على اكسول، انت تتنقل عليها مش فيها. امس منى على بسري الى محل الحلوى، بصي مرت ممكن ايه بصي؟ هو انا فيهم معناهم يمر؟ قال لك يمر تاخد قتل، امال دي كان معناها ايه؟ يقضي ايه بصي مرت؟ منى مرت على محل الحلوى، يبقى خدنا ايه بصي عشان منى بتاخد تبعيه، وفعل بصي مر من الافعال ال 14. منى فاهم فيل، تذهب الى المدينه في السياره، وسيله مواصلات بتركب جواها، يبقى خد ان. الام، هي تحب لاف يوند اللحمه، نعم هي تاكل منها، هي تحب في الفيرب الاولاني، ده اللي هيجي لنا في الامتحان، ركز في الجمله دي كويس جدا. يجيب لك الفعل الاولاني معاه مباشر، ويجيب لك الفعل الثاني ياخد اون، ياخد جريد يعني ياخد غير مباشر على طول، يبقى ياكل ويشرب مع الاكلات والشرب بتاخد اون، وسايب لك كميه كمان في الاخر. لزانيمول، حيوانات ليفو يعيشون في المزرعه، المزرعه مذكر ولا مؤنث؟ اسال نفسك، ده شغلتك، يبقى خد ست الثالثه. فواتير، السيارات توجد في الجراج، كل السيارات جمع مؤنث، يبقى دي ما تنفعش. لماذا السيارات ما تنفعش؟ كم من السيارات؟ كم من السيارات، يبقى خدنا التالت. جوفياندو، الفعل الاولاني مصرف، يبقى الفعل الثاني مصدر. طب لو جالك فعل ذو ضمنين، يبقى لابد من تحويل السو والمصدر، السو مع الجيم اهو. جادور، انا عاشق الفساتين، مخطط منقط كروهات بكعب وبرباط الى ما لا نهايه، بتاخد يبقى وصف الزخرفه بتاعت اللبس بياخد حرف الجر كتبناها في ورق القواعد كامله. سيسون دي بتيسك، ملحوظه اللي جايه، بتي يعني صغيره، تاخد دي او، اشمعنى دي او يا مستيو؟ لانها صفه جمع، يبقى دي او مالها؟ بيجي وراها صفه جمع زائد اسم جمع. لوساك، الحقائب، اكتب عليها جمع مذكر. روج مفرد، بلو جمع مؤنث، جري جمع مؤنث، فير جمع مذكر، اخد الاخرانيه. مسيو سيدي، فو نوت دو باغي من باريس، انت الفو بتاخد ايه؟ قال لك فوزت، انت تكون من باريس، خدنا التالت الاخير. الي نوت، قال له الي سوسياب، لانها اجتماعيه، يبقى كيف تكون؟ ماذا؟ من؟ اين؟ كومو؟ كيف تكون؟ قال لك اجتماعيه. إلين إيه سارة؟ إلين وسارة صو يكونوا دول بنات، يعني جمع مؤنث. وفيرب أتر ولا لأ؟ فيرب أتر، يعني ياخدوا تبعية أو أس، أدور بالراحة كده على تبعية أو أس، يبقى خدنا رقم سي. النموذج التاني بيقول لي أوفو إيه بصير، أين هم سوف يقضون الأجازة؟
بيير دي مو عنده 15 سنة، هو يسكن في باريس. ست تي هذا الصيف هو قرر وهو سوف يقضي سي فاكونس أجازته آسرفين. بيير كيسكتي فافير، ماذا ستفعل بندولي فاكونس أثناء الأجازة بتاعت الصيف؟ قال أمواد أغسطس، في شهر أغسطس جيفي بارتير سأرحل في أجازة من باريس، من باريس جيفي بروندر سأخذ القطار بور سيرفين. سيرفين إيه؟ بتيتفيل، مدينة صغيرة كي إبري تكون جنب ستراسبورغ. مونفرير أخي إيصاف أمي وأسرته، إيصاف أمي أخي وأسرته يسكنون لابا هناك، أسرة أخويا أنا أسرته. جيفير ستير، وأنا سوف أبقى شيئو عندهم جيفيفير، وسأعمل كور مشتريات أفيك مونفرير مع أخي بارسكو، لأن جيم لا كونفتير، أحب المربى، الكونفتير المربى أوريو سكريف اللي هي قسم السكريات، و دي كريفيت الجمبري في قسم الباسونية للأسماك. اللي جاي كون ديسكتي فار امتريد اباري، متى ستعود الى باريس؟ جي في بصير ساقضي ترواسو من 3 أسابيع في سيرفي بوي، ثم جي في امتريد ساعود الى باريس. شانتيل لوغران، دي الست، ده واحد تاني بقى اسمه شانتيل لوغران، عنده دي الست 17 سنة، هو التاني كان 15. ده بنت، هي تسكن دي جون، وهي تحب جدا كامبير المعسكرات. ستتي هذا الصيف البابا السيرسي فاكونس استقضى اجازتها كم من تريك دان ان كولون دي فاكونس دان لا فوريت دي ليون، هتعمل معسكر في غابة في ليون. ماشي، هتلاقي شانتيل كيسكتي فافير، ماذا تفعلين اثناء الاجازة؟ هتلاقي في شهر يوليو جي في بارتير سأذهب لأنكلو دي فاكونس على مونتان في مجموعة في الأجازة إلى جبل جي فابا سير، سأقضي سلواسو من 3 أسابيع دالا فوريت في الغابة. لا هناك جي بوفير، أستطيع أن أمارس فروسية. هتلاقي أنت سوف تأخذين القطار. هتلاقي لا جي في بارتير سأبحر أن أوتوكار في أوتوبيس افيك ليزونفو مع الاطفال بور ليو انسوي، بعد ذلك جيفار انترير سأعود الى ديجون بارلو ترينسيال بالقطار بمفردي. بيير شانتير اللي هو الاولاني ولا ايه؟ بيير ايه شانتير الاولاني والتاني فون مصير سيقضون الاجازة ام شهر فان ايتان 21 يوم، هي قالت برضو 3 أسابيع وهو قال 3 أسابيع. طيب ترواسو من، يبقى الثلاث أسابيع دول 21 يوم. بيير سوف يقضي الأجازة، احنا قلنا بيير سوف يقضي الأجازة في سيرفي اهو رقم بي. بير عنده 15 سنة، دي الست 17 30 5 15، يبقى خدنا 15. بير سوف اشتري سمك جمبري، سوف اشتري جمبري 5. شانتيل تحب ان تعمل دي ناتاسيون سباحة كامبينج معسكر تزلج كرة قدم، بتحب انها تعمل معسكرات. شانتيل فا سوف فير دي لا فوتبول، تعمل كرة قدم، فير دو سكي تمارس تزلج، مونتي اشوفيل لتركب حصان، يبقى خدنا مونتي اشوفيل. شوف السؤال اللي جاي، ضلوا مجازين ديفيد مو في محل الملابس لوفوندير، الباعه فودمون طلب منك فوتو كولير لونك بريفري المفضل، هو هيقول كلي فوتر طول ما مقاسك، كلي لوبري مسار البنطلون، كل كولير اي لون فستان تحب. فوتر كومين زميلك فودموند يطلب منك كل اكتيفيتي، اي انشطه يدويه انت تحب، انت تقول لو براسلي الي ماكت، الاساور والماكتات دي انشطه يدويه اخدت على طول. فوفون فورمي، أنت تسأل على بداية المباراة، أنت تقول ما مدة المباراة،
انظر استاذ، نذهب الى المباراه في اي ساعه؟ لو ماتش المباراه تبدا في اي ساعه؟ انا بسال على مده بدء ميعاد بدايه المباراه. خلاص اسال اقول له في المباراه ستبدا في اي ساعه. الجمله اللي جايه بيقول له فطر مير امك فود كري تصف لورست وصف الطبق سلطه، هي هتقول طماطمتين وجزرايه وخيارايه ايه لورتو وخس. اه خلاص انا مش عايز حاجه، ده وصف الطبق سلطه خلاص. فطر يا كيب فريقك اه بردو لو ماتش خسر المباراه بمناسبه بردو. الجمله اللي كانت جايه في حصص مصر قبل كده وانا حليتها، افي بردو خسارة مش قاتر بردو، ما تاخدش فوزت. الناس اللي حاطه الامتحان بتاع حصص مصر غلطه صغيره، فوزت بردو لازم بردو تاخد تبعيه اس لو كانت صفه، انما يخسر ما تاخدش تبعيه عشان مع افار. انا قلت اللي عندي الحمد لله رب العالمين. فريقك اه بردو خسر المباراه فوزت، انت تقول السبب بارسكيه لا يوجد خطة لعب. اه لا يوجد خطة لعب من الفريق. فوبار لأن تتكلم عن فوز اكتيفيتي، عن انشطتك الايه المنزلية، انت تقول انا اعمل واجبي ارتب السرير، اه ده نشاط منزلي. فوترامي زميلك فوندكي يوضح لك الاكتيفيتي نشاط المدرب، هو هيقول هو يدير المباراة يدرب اللاعبين، اه هو يدرب اللاعبين. انت تساعد امك في المنزل، انت هتقول انا امارس البيولوجي الاحياء، انا اعمل واجبي وشاهد التلفزيون، في اللي فاصل اغسل الطبق اخذ الاخرامي. فوزيت انت تكون عند الطبيب، الفوديت هو يقول لك انا عندي الم في الراس وانت كليف فوتر بلوبرم، ما مشكلتك؟ خلاص خدنا ما مشكلتك. فوبار لن تتكلم عن فوسنسيو احساسك عندما انت ترى منصر وحش، انت هتقول انا سعيد جدا جئات غيبو، انا خائف جدا. فوبولي انت تريد شراء اويل زيت، انت تقول جيفي على بشري اذهب الى المجزر، اذهب الى السوبر ماركت، يبقى اذهب الى السوبر ماركت. فوجوازي أنت اخترت تجيب ولكن المقاس يكون صغير، أنت تقول إلى الباع إنها ضيقة، أه إنها ضيقة، دي كبيرة جدا طويلة واسعة. انفيس في مواجهة مدرستي إليا يوجد ميدان وحديقة، كلمة ميدان مؤنث آخد إن. تيدوا يجب أن تغسل لمين الأيدي، ده فعل ذو ضمرين، عايز إن هو إيه؟ عايز تحويل السو، السو تحول مع التي تي الأخراني. ايتي تساعد انت ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا من؟ من تساعد انت؟ ينفع يا مسيو كو كي يجي بعدها فاعل؟ ينفع لو بتسال مفعول عاقل. الاجابه هتقول له انا اساعد علي، يبقى من؟ اير متان امس صباحا مومبير ابي نقط لوترين القطار، امس ده ماضي، اه بري اخذ، اه ده ماضي، ودي مستقبل، ودي مضارع، ودي مضارع. ميفس ابنائي اتر ميديسان، ابنائي بيساوي الضمير اللي بتاعت الجامع، يعني تاخد نهايه او ان تي، ادور على واحده بدون نهايه او ان تي، قال لك الاخراني. مسيو ليونيل ايه لا يكون هناك بوجي، استطيع الكلام اليه السيد بلونيل، يكون هناك استطيع ان اتكلم اليه السيد لوي، اخذ لوي عشان مفرط. اورايون في قسم منتجات الالبان مامو امي احضرت 500 جرام جبنه، جبنة مزكر من الجبنة البيضاء ولا البيضاءات؟ البيضاء، اخد بلونك الاولاني، ادي مؤنث، مؤنث جمع. المسيو انت بتتكلم على 500 جرام جمع؟ لا انا بتكلم على 500 جرام من الجبنة البيضاء، حتى العربي يفسرها بيانتو عما قريب اون ده مستقبل، تصريف فيرب الير زائد المصدر، اخد فا عشان قلنا بتساوي الضمير اللي في التصريف. كوا يكون شوزيت من ماذا يكون الشراب؟ السؤال عن المادة الخام، باخد ان.
من أونكل فافا جير عمي سوف يسافر لندن ولا أوروبا؟ أوروبا قارة بتاخد حرف الجر أون. أمال لندن بتاخد إيه؟ بتاخد أه. وكان بتاخد أه. الولايات المتحدة بتاخد أو، إنما القارة بتاخد أون. كوند فاتي أسكت بارك، متى تذهب إلى ميدان التزلج؟ قال له أنا لا أذهب هناك كوند معجمي أبدا. الجملة اللي جاية، لا في لتر النافذة قار، لأن يوجد مستيك ناموس ديور في الخارج من فضلك. هنا سيلتو بلي أمر مع التي، فيرم آخرها اس ما تنفعش عشان القاعدة بتاعت الأمر بتقول لي بحذف حرف الاس مع الضمير تي في أفعال المجموعة الأولى. فيغ من هيت او هي دي اللي تنفع، ودي اون اس، اون اس ما تنفعش. بوركل ريزون لاي سبب بو اهي الجمله جات، سبحان الله انا لازم اشرحها بالتفصيل عشان انا فعلا زعلت منها جدا. الجمله جات بتقول لي بوركل ريزون لاي سبب بو بردو خسرت المباراه. اولا الاجابه هتكون افي، نموذج الإجابة بتاع التصحيح طلعها فوزات على التابلتات كلها بتاعت الطلبة. طب تعال نشوف القصة في إيه. قال لك بردو عند فعل اسمه بردر يعني يخسر. أما عاوز أقول له أنت خسرت في الماضي المركب، بو بردو اسم مفعول مكرر من بردر، بردو يخسر من أفعال 14، لا يبقى تاخد أفواه. طب تاخد تبعية؟ لا خلاص. أمال كلمة بردو يعني تائه أو مفقود، طالما صفة تاخد تبعية، يبقى الجملة فو ذات بردو أنتم تائهين أو أنتم مفقودين، حطيت تبعية اس على أساس الفو. ارجع للجملة تاني، أدي بردو ما فيهاش تبعية، يبقى فيرب أفوار يخسر المباراة. حتى المعنى يا أخي، أرجو تصحيح ديت للناس اللي حاطين حصص مصر. شادي يأخذ الأتوبيس لكي يذهب إلى المدرسة، يأخذ الأتوبيس أخذ له، ما ينفعش يأخذ في الأتوبيس. إلى ريزون سبب خسارة فريقك، السبب مؤنث أخذ كل التاني. مونجران بير جدي يحب لي فروي البطاطس الطازجة، الفاكهة الطازجة والخضروات برضو جمع مذكر، يبقى الفاكهة والخضروات جمع مذكر اخد الاخراني. النموذج الثالث كاتب لي في الجنب الوثيقة كانت صح وغلط وتم تعديل اختياراتها. جورنيا لا كامباني يوم في الريف السبت 20 يونيو الساعة 10، رندفو معاد امام المدرسة الساعة 10 ربع، الرحيل في اتوبيس 11، زيارة المزرعة 1، نزهة أبورتيا عند الساندوتش، أحضر سندوتشاتك والماء الساعة 5، الساعة 3، برومناد نزهة أشوفيل الحصان في الغابة، الساعة 7، العودة إلى المدرسة. تمام، نرى مع بعض. دانسودو كامو في هذه الوثيقة نقرأ معلومات على رحلة إلى الخارج، رحلة مدرسية، طبعا رحلة مدرسية. ولا إن جورنيس كولير يوم مدرسي، هو قال لك اليوم المدرسي إيه الفرق بينه وبين الرحلة المدرسية؟ اليوم المدرسي كله جوه المدرسة، إنما الرحلة المدرسية خارج المدرسة. دانسيتو كمان في هذه الوثيقة أوني إنديكيبا، لا نوضح، ما وضحوش عدد المشاركين، ما وضحوش عدد المشاركين، ولا ساعة العودة، ولا تاريخ اليوم، ولا ساعة الإيه الأرن كونتريل لقاء أو المقابلة، هو ما حددوش عدد المشاركين. دانسو بروجرام في هذا البرنامج أمبو، نستطيع أن نأكل في المطعم، نصطحب حيوانات، ناجير سباحة، نمارس إيكيتاسيون فروسية، قالوا تركب حصان، نزهة على الحصان. أنفار انترير سوف نعود، لومتان في الصباح، مدي في الظهيرة، لو سوار في المساء، في المساء الساعة 7. دانسو بروجرام في هذا البرنامج أونس تونسين، استخدم نقط كام وين ترانسبورت وسيلة نقل، لموين ترانسبورت إكومون وسيلة نقل عامة،
وسيلة نقل بريفية خاصة أحصنها، وسيلة نقل تسير على القضبان بوسيلة نقل عامة الأولانية لأنهم استخدموا الأتوبيس. انضواء بورتير يجب أن تحضر سندوتش وماء بور بروندا لكي تأخذ البيكنيك، هو الوحيدة. لو بتيت جنير هم قالوا الساعة واحدة، لو دي جنير غداء هو كانت النزهة أو التوقف بتاعتهم الراحة كان في الظهير. ودنيا أنت تعطي رأي على عن سبور اندفيدويل، رياضة فردية. أنت هتقول أنا أعشق السلة، السلة مش فردية. كرة القدم سيئة، السباحة تكون رياضة موتيفون شيقة. فوترامي زميلك فودموند يطلب منك تجهيزات التسلق، انت هتقول له حبل وخوذة. فوترامي زميلك فودموند يطلب منك فوتر ايكيب فريقك المفضل، هو يقول اي رياضة تفضل، اين تتدرب، اي فريق تشجع. اي فريق تشجع. فودموند ان تطلب من الفرويتير الفكهاني لوبريز سعر كيلو الفريز الفراولة، انت هتقول له انا اريد كيلو فراولة انه غالي بالنسبة لي. افيفو دي فريت عندك فراولة، كيلو الفراولة سيكون بيان، انت بتسأل على سعر كيلو فراولة هتقول له كيلو الفراولة بكام. فوترامي زميلك فودموند يطلب منك سيكو انه ماذا لباسكت السلة، انت تقول انها رياضة نتيك بحرية، انها رياضة كوليكتيف جماعية، باخد انها رياضة جماعية اللي هي رقم بي. فوترامي زميلك فودموند يطلب منك ماذا الاربيتر الحكم يعمل، انت هتقول يدرب اللاعبين، يحرس المرمى، يحكم مباراة. يبقى الحكم بيعمل ايه؟ بيحكم مباراة. فؤاد ماريا انت معجب بفاكهة، انت هتقول ليه شير انها غالية، انا لا احب الفواكه، كم هذه الفاكهة تكون مرة، انها لذيذة. يبقى خدنا رقم دي. الجملة اللي جاية، فودوني انت تعطي نصيحة لزميلك لكي يكون انفورم في اللياقة، انت هتقول له مارس رياضة. فودموند ان تطلب من فوترامي من زميلك سونسبور بريفري رياضته المفضلة، هو هيقول انا اعشق القراءة، جينيين بالو باسكت لو احب السلة، انا احب ركوب الدراجات، ادي رياضته المفضلة. فوترامي زميلك فودموند يطلب منك اين فو انترانييه، اين تتدرب، انت هتقول اين، يبقى عايز المكان، مع الزملاء لا، العب كرة قدم لا، يومين في الاسبوع لا، اخد صاله الالعاب الاخرانيه زي الفل. فوترامي زميلك يحب الاحياء لكن يكره الكيمياء، انت هتقول الكيمياء اقل صعوبه عن الاحياء، الكيمياء اكثر صعوبه عن الاحياء. هو بيحب الاحياء وبيكره الكيمياء، يبقى الكيمياء اكثر صعوبه عن الاحياء. فوترامي زميلك فودموند يطلب منك مقادير فطر سندوتش، سندوتشك هو هيقول ماذا أنت تأكل في الفطار؟ متى تأخذ العشاء؟ ماذا يوجد في سندويتشك؟ دي المعاديد. تعال نخش على القواعد. أمبود سبور رياضة قليلة لكي فطر جردام في حديقتك. مارس رياضة في فطر جردام حديقة، أمر مع الفو. في ولا فو ولا فيت؟ في. دي شكلها كده مع الفو، يبقى فير، مارس قليل من الرياضة في الحديقة. جوليا وحطت بعدها دولا، احنا اتفقنا مع بعض ان الدو والدوب مشتقات بتيجي مع فعل، فير مع الالعاب الرياضيه. نوجويين احنا نلعب، احنا اتفقنا مع بعض ان جويين تاخد بمشتقات مع الالعاب الرياضيه، والراجل المذكر يبقى خد او. تيتين ترونيه انت تتدرب نقط، قال له كل الايام، كيف، اين، متى، كم من، انت تتدرب متى، قال له كل الايام. طب ينفع كيف تتدرب، كان قال له مثلا بواسطه كذا، اين، كان قال له في الصاله، كم من، كم من كان لازم يجي وراء اسم جمع.
انت تتدرب كم من الايام؟ كان قال له انا اتدرب كل الايام، كون ده امر الله، بس انا حاسس انها يعني المفروض انها ما تبقاش منطقيه كده. لا بوكس الملاكمه تكون سبور، الملاكمه مؤنث بس سبور مذكر. بشتغل على اللي قبل النقط. فولون جمع مذكر طب هو مفرد اخدها ليه؟ ادور على حاجه مفرد، قال لك فولون عنيف. كومبيان حسب اللي وراها، ليه جنجل ستريتش جامع؟ اخد كوتون لنهايتها هو النتين. مو انا يبقى دي كم ثمن ايه الاستريتش او الليج؟ مو انا جنيين با انا لو احب ليزبور رياضات، رياضات جمع مذكر. اخد تو با تو ما تنفعش، توت ما تنفعش، دي جمع مذكر اخد الاخرانية. انا امارس الهوكي، فاليمارس بياخد ادوات معرفة، والهوكي حرف القش منطوق يبقى اخد اللي هو عشان هو مذكر. الجملة اللي جاية لا فاتير السيارة تكون مودرن حديثة جيفالوير، انا سوف اوجرها حرف الهاء، والسيارة اخد لا. جوليا ايه نقط اون جولي في اغسطس، جولييت ده بنت، وادي فيرب اتر في الماضي المركب اخد اللي فيها تبعيه او اتولدت. اين المفاتيح؟ المفاتيح جمع اخد سو، عشان المفاتيح بتساوي الضمير ال، اخد سو على طول وانا مغمض. اكتيفيتي انشطه اكتب عليها جمع مؤنث، انا واحده في دول جمع مؤنث، قال لك كل الاخراني. تيني انت اتولدت؟ قال له 12 مايو. ما ولا كم ولا اين ولا متى؟ انت اتولدت متى؟ قال له يوم 12 مايو، يبقى ايه متى هي اللي احنا خدها. ليفوت الصور اكتب عليها جمع مؤنث، انا واحده في دول جمع مؤنث، الاولانيه اخرها واس جمع مؤنث، مفرد مؤنث جمع مذكر، رائعه. جمع مذكر اللي بعدها مفرد مذكر، يبقى كلمه جينيال رائع خدناها على اساس الصور، والصور جمع مؤنث. جيرارد ايني، جيرارد اتولد وجاب لك تاريخ كامل، التاريخ الكامل له زائد التاريخ الكامل. يعني ايه تاريخ كامل؟ يعني اسم رقم او شهر، رقم ورا شهر، يبقى خد اللو. جوليا وليا دول بنات، نقط 18 سنة، يكونوا 18 سنة ولا عندهم 18 سنة يبقى يملكون او عندهم 18 سنة. خدنا التاريخ. النموذج الرابع كريزي ويتر وبورد لامير على شاطئ البحر، رأس سدر، بارك، حديقة، دي جو، ألعاب، أكتو كي، بحرية أو معي. سعر الدخول 35 جنيه بور لزنفا، و60 جنيه ليش الرشيدين. لبري السعر يشمل وجبة بور يا الليل للذهاب إليها، برند خز الأوتوبيس من بارك دولافان من الحديقة، دولافان في نهاية شارع فيصل، أوبرامت في الهرم. سيت أوتوبيس، هذا الأوتوبيس ترانسبورتي يعبر بالزائرين أو ينقل الزائرين من 8 إلى 10، من الساعة 8 للساعة 10 دومتان صباحا. بور للرتور العودة الأوتوبيس كوتي يغادر الحديقة إنتر ما بين الساعة 18 إيه والساعة 21. يبقى في ناس هتروح الساعة 18 الساعة 6، وناس هتروح الساعة 21 الساعة 9. سيفوزيت ان دي ابيتي، لو انت واحد من سكان الحي بتاع هليوبلس مدينة نصر او 6 اكتوبر، تستطيع ان تاخذ الاتوبيس من الحديقة الى ميدان التحرير. الاهرام يبدو الاهرام الاسبوعي 6 ابريل. سو بارك هذه الحديقة، ستروف توجد، اوكير في القاهرة، هو قال اوبور دي لامير روج على شاطئ البحر الاحمر في رأس سدر، في القاهرة في اسكندرية في رأس سدر، يبقى في رأس سدر. بورتور اوكير لكي نعود الى القاهرة، امبرند ناخذ اتوبيس دو بارك من الحديقة الى او في 10 صباحا، الساعة 22، الساعة 18 في الظهيرة. هو قال ينفع تاخد الاتوبيس الساعة 18، ما بين 18 لحد 21. السكان بتوع مدينة نصر يستطيعون أخذ الأتوبيس
دي لفام من نهاية شرح فيصل من 6 أكتوبر. هو قال لو أنت من سكان حي الهليوبس أو مدينة نصر أو 6 أكتوبر تستطيع أن تأخذ الأتوبيس من حديقة ميدان التحرير. يبقى من ميدان التحرير خدنا رقم سي. أفيك أمبريتر تذكرة 60 جنيه، أنت تستطيع أن تأخذ حلوى، السعر يشمل وجبة ديزرت وعصير، حلوى وعصير، أنجوس ليمو، الربا كومبليت، وجبة كاملة. يبقى ناخدوا وجبة كاملة، خدنا الأخرانيين. لو فيزيتير الزوار دي سي بارك لهذه الحديقة بوفو يستطيعون اللير الذهاب لابريميدي، هو قال الذهاب الساعة 10 صباحا من 8 إلى 10 بعد الظهر، في المساء، في منتصف الليل، في الصباح، يقدروا يمشوا في الصباح. لوزابيتيل سكان من نقط كارتيير أحياء برينيه يأخذون الأتوبيس من الميدان من 5 أحياء، تعني عدهم. سكان من أحياء هليوبلس 1، مدينة نصر 2، 6 أكتوبر 3، يستطيعون أن يأخذون من ميدان التحرير باتوروا كارتيير 3 أحياء. فو تليفوني، أنت تتصل بفوت رامي بزميلك إيفو لوي دوموند وتطلب منه أنت تكون أين؟ هو هيقول لك أنا أكون أمام الحديقة، خلاص زي الفل، هو قال لك المكان بتاعه. فو دوموند أن تطلب من فوت رامي من زميلك أين الأرنب يعيش؟ هو هيقول لك في الكلبير، في التقفيصة، حظيرة أو اسطبل، عش الدجاج، بريج مرعى. يبقى إحنا خدنا الأولانيين. فوترامي زميلك فو يريد شراء لاكت رباط، انت هتقول له اذهب الى محل جوتيل لعب، روح عند الحلواني الفكهاني، روح محل الملابس، روح محل الاحذية، رباط الحذاء في محل الاحذية. وفولي انت تريد فوليفير الاستيقاظ ان اير في ساعة محددة، انت هتقول المنبه يكون على المنضدة، المنبه يوجد في المكتب أو على المكتب، أنا سوف أضبط المنبه، جي في ريغولير لوفيل لوريفيل المنبه، قلناها دي. أنت لا تكون بريت جاهز، دي ألير للذهاب إلى السينما، أنت هتقول السينما أنا أعشقها، أنا عندي وقت أنا أخرج، بوركوابا لما لا، أنا أحب جدا السينما، آسف أنا عندي عمل. بص بقى الجملة، أنت لست جاهز للذهاب إلى السينما، أنت هتقول آسف أنا عندي شغل. أون جنرال عموما أمبري نأخذ الوجبة الخفيفة، أبريلو دينار بعد العشاء، بين الغداء والعشاء، الوجبة الخفيفة معتها بين الغداء والعشاء. فوني في باد دوزبور اكستريم، انت لا تمارس رياضة عنيفة، انت هتقول ما بتعملش رياضة عنيفة، هتقول هذه الرياضات شيقة؟ لا. انا امارس تسلق؟ لا. انا اعشق الرياضات العنيفة؟ لا. انا لا احب هذه الرياضات الاخيرة. فوتركوبين زميلك فودموند يطلب منك فوتر كيف فريقك المفضل، انت هتقول له اين؟ سؤال لا. أشجع برشلونة؟ أنا أشجع برشلونة. فريقك بيرد خسر توسي ماتش كل مبارياته، أنت هتقول اللاعبين لم يتدربوا جيدا؟ طالما خسر كل المباريات يبقى اللاعبين لم يتدربوا جيدا. فريقك جاجنيه كسب المباراة، أنت هتقول المدرب وضع خطة جيدة؟ برضه المدرب وضع خطة جيدة. جملة اللي تناسبنا بناخدها وما نكملش ترجمة. فو دوموند طلبت منك أو شخص طلب منك ماذا يلزم أن يعمل لكي يمارس إيكيتاسيون في روسيا، أنت هتقول له ماذا؟ سؤال لا. يلزمك عجلة؟ لا. يلزمك مايو سباحة؟ لا. يلزمك حصان؟ طبعا، عشان يمارس في روسيا يلزمه حصان. فو انكوروجي أنت تشجع فريقك المفضل، أنت هتقول إنه فريق كرة القدم، أي فريق تشجع أو تفضل، هم يلعبون وحش، مرر الكرة بسرعة، يبقى هتشجع الفريق، هتقول له مرر بسرعة الكرة، خدنا رقم دي. لفي البنات يعطون آراء، كلمة آراء اكتب عليها جمع مذكر.
اخد انا واحده في دول جمع مذكر، قال لك لنهايه اس ما يكونش قبلها او بوزيتيف. متى صباحا جيفي الير سوف اذهب، ده مستقبل. طب المستقبل يمسيه تصريف ايه؟ تصريف فيرب الير زائد المصدر. طب علامات المستقبل ايه؟ قال لك الان ولا امس ولا اول امس ولا دومان غدا، يبقى المستقبل مع غدا. فاتيبور تذهب لكي تمارس رياضه، ماذا اين؟ خلاص خدت اين. الجمله اللي جايه إليه مال هو عنده ألم في الأسنان، الأسنان جمع أخد أو. مزامي أصدقائي جمع مذكر، يكون لطاف جمع مذكر الأولانية مش عايز أكمل. الفريق مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك، أخد من. لا ناتاسيون السباحة، نحن نحبها السباحة، نحب السباحة مؤنث، جيت أحط لا لقيت الفعل مبدوء بحرف متحرك، أخد له إلا أبصرف عشان حرف الهاء. والدي دو برتير يأتوا توا رحلوا، الوالدين جمع مذكر أخد في النية التانية. إليني هو ولد في ديسمبر، الشهور بتاخد حرف الجر أن. لبورك لي سلسلة المفاتيح، بس دي جمع سلاسل المفاتيح تكون، يبقى سوق. آكل دات في أي تاريخ هي اتولدت، التاريخ مؤنث، أخد أنا واحدة في دول بتاعت مؤنث، قال لك كل التاني. بورتابل المحمول، المحمول مفرد مذكر، أخد أنا واحدة في دول مفرد مذكر، قال لك التاني. جاد الستان، انا عندي 17 سنة، وانا ولا وانت ولا وانا ولا وانت، حرف الجر خلينا ناخد طوا وانت، خدناها كتير جدا في سنة اولى وفي سنة تانية. كومبيان كم بيجي وراها، يا اما دي او يا دي ابوستروف زائد اسم جمع. طب الكتب مبدوء بحرف ساكن يبقى اخد دي او الاخرانية. اليابان لا يوجد صالة العاب، أو لا يوجد جيمناز صالة ألعاب، ده نفي، المهم أخد ديو. مامير أمي سوف نقضي كورس مشتريات، لسه مسؤول في السؤال ده، ليه مش هتعمل أشيتيه؟ أشيتيه لي كورس تشتري المشتريات، إنما فير ديكور بتاخد نكرة تعمل مشتريات. النموذج الخامس من حصص مصر، هم ست نماذج، فاضل لنا نموذج غير ده. لو فرنسي الفرنسيين يحبون أنواع كثيرة مختلفة من الرياضات، خاصة كرة القدم والتنس والجودو والكرة الحديدية وكرة السلة والفروسية والرجبي والتزلج والجولف والفولي والشراع. سيلون حسن أن تد دراسة عملت بواسطة OW، 12% من الفرنسيين البراتيكي يمارسون أموا على الأقل نصف ساعة رياضة أسبوعيا. ماشي. لو فرنسي الفرنسيين فو يمارسون دو سبور رياضه بور دي فرانس ريزون لاسباب مختلفه، بور سي دي فيزي لكي يستمتعون او يحافظون، بور مي سيرفي مو بروتوجي لير كورب لكي يحمون اجسامهم، بور ستيل ولكي يبقون ان بون سانتي بصحه جيده. السبور بريفري الرياضة المفضلة للفرنسيين تكون الرجبي والتنس. طب الرياضة الأكثر شعبية تكون كرة القدم والسباحة. هذه الوثيقة تتكلم عن بيبل، عن شعب أوروبي الأخراني. في فرنسا يوجد كم من الألعاب؟ 12، العديد العديد من الألعاب. الفرنسيين يعشقون كرة القدم رياضة شعبية. التنس يكون سبور خطير كلاسيك، التنس رياضة كلاسيكية. 12% من الفرنسيين يمارسون نقط شهريا، هو قال لك نصف ساعة أسبوعية، يعني ساعتين في الأسبوعين، يعني ساعة، يعني ساعة في الأسبوعين يبقى ساعتين دوائر، ساعتين في الشهر طالما نص في الأسبوع. بيقول لك بوركوا، لماذا الفرنسيين يمارسون رياضة؟ لكي يسافروا، لكي يكونوا في صحة جيدة، خدنا رقم ب لكي يكونوا في صحة جيدة.
بوتروكوبين زميلك فودموند يطلب منك بوتري كيف فريقك المفضل؟ هو هيقول اي رياضه تمارس، اي فريق تفضل. طالما سؤال. الجمله اللي بعدها، فو كونسي انت تنصح عن سبورتيف رياضي، انت هتقول له لا تاكل، لا تنام مبكرا، لا تاكل فواكه، خد او مارس رياضه وكل جيد. فودنيا انت تعطي راي على رياضه عنيفه، انت هتقول الطائره الشراعيه اكثر خطوره، انا امارس رياضات كلاسيكيه، هذه الرياضه كلاسيكيه. بيقول لك التسلق يكون ايضا مساوي في الخطوره للتنس، طبعا لا بناخده الاولاني. وبرباز انت تقترح نشاط الى زميلك هو يقبل، هو هيقول لي فكره جيده الاولاني. الجمله اللي بعدها بيقول لي فو فايكي انت ترى ان المدرب يكون المسؤول عن الخساره، انت هتقول المدرب لم يعمل خطا، هو عمل خطا في الخطه. وسوبر مارشي في السوبر ماركت انت تريد ان تدفع الحساب، البائع فودي يقول لك اين الخزينه، كم تدفع، اين السوبر ماركت، ادفع في الخزنه، بس ما فيش علامه استفهام، ده علامه تعجب. البياع هيقول لك ادفع في الخزينه او في الكاشير. فوترامي زميلك فودوموند يطلب منك لماذا فوزا ليه تذهب من سوبر مارشي للسوبر ماركت، انت هتقول لكي ارى اثار، لكي اعمل مشتريات. لكي اعمل مشتريات. فو فو انتريسي انت تهتم بالفورمولا 1 سباق السيارات، انت هتقول انا لا احب، انت بتهتم، انا لا احب ما تنفعش، الفورمولا 1 انه خطير ما تنفعش، الرياضة العنيفة تكون أكثر متعة عن الرياضة الكلاسيكية. الأخيرة يقرأ أوندوا يجب أن، طب يلا أوندي نقول جي أون فودري أنا أريد منه 3 كيلو، عندما نشتري بان خبز أورانج برتقال. أنا ميزة زميلك فودموند يطلب منك طبيعة عمل الأربيتر الحكم، أنت هتجيب هو يدافع عن المرمى، طبيعة حكم، طبيعة عمل الحكم ما بيدافعش عن المرمى، يدرب الفريق، يضع التيشيرتات، يدير المباراة، هو يدير المباراة ده الحكم. فودموند أن تطلب من زميلك ماذا هو سوف يفعل سوسوار هذا المساء، هو هيقول أنا سوف أذهب إلى صالة الألعاب مع الزملاء هذا المساء، أنا سوف أذهب إلى صالة الألعاب مع الزملاء. طب نشوف، أدي مضارع وأدي سؤال وأدي سؤال، والأولانية هي الوحيدة للمستقبل، يبقى خد. فوكونسي أنت تنصح زميلك الذي جويه يلعب مباراة مهمة، أنت هتقول له إنه صعب أن تكسب المباراة، لا تمرر الكرة، كور جيدا، يجب أن تتدرب جيدا، خدنا الأخرانية. لوشيان الكلب، الكلاب تكون جعانة، أنا أعطي إليها، الكلاب عاقل وعايز إليها، يبقى خدنا لير عشان الكلاب جمع. أمس مامير أمي، أمس ماضي، ليه كور المشتريات، يبقى في عملت ليه كور المشتريات. أكتيفيتي أنشطة جمع مؤنث، أخد كل الأولانية. صامودي دورنير السبت الماضي، منى ايه، منى ايطالي ذهبت، خدنا التانية. جي اشتي انا اشتريت 3 كيلو، كلمة كيلو من الكميات، والكميات بيجي وراها يا اما دي او يا اما دي ابوستروف، يبقى اخد دي او الاولانية. افون طيير اول امس ميكو بن زملائي فواجي يسافر، مش من الافعال ال 14، واول امس ده ماضي مركب، يبقى خدنا افوار. كون ديلفي عندما يكون الجو حار نو نو الدوب والسون فروا، نحن ادور على نهاية النو كده، قال لك نهايتها الناس التانية. وسوبر مارشي في السوبر ماركت، نحن نذهب إلى قسم، كلمة قسم مذكر، آخد أو التالت. فريد مرة عند يمر من أفعال اللي بتاخد، قال لك بتاخد أتر، يبقى خدنا إيه التالتة،
أي معنى غير يمر تأخذ أفوا. وفي أنت تعمل واجبات، قال له لا نحن لا نعمل شيء. عملت الواجب، نحن ما عملناش حاجة. نو تيني فابا، أنت لا تذهب إلى البحر، قال له أنا أذهب إلى البحر. سؤال منفي واداني نفس المعنى، يبقى أخد سي. جون دي لوني، جون عنده نظارة، نظارة جمع مؤنث. أدور على واحدة في دول جمع مؤنث، قال لك خد اللي نهيته وبس. ماما أمي عندها شعر، اكتب بالعربي الشعر والعيون جمع مذكر. أدور على واحدة في دول جمع مذكر، مفيش. لونج طويلة دي مؤنث، طويلة دي جمع مؤنث، لونج طويلة دي كده جمع مذكر، حطيت لها اس، أخدتها هي وخلاص. تمني إيه بقى لا يكون ولد، كلمة ولد هحط لها آن، إشمعنى آن يا مسيو؟ ده نفي، فيرب آتري لا يتأثر بالنفي. سيني با هو السودي مع فعل ايه؟ قال لك مع عتر. طب معاني واحده بالظبط، قال لك مع صوم. واسي ها هو او ها هي، كل المدرسه مؤنث مبدوعه بحرف متحرك، تعامل معامله المفرد المذكر في صفات الملكيه، اخذ الاخراني. النموذج السادس والاخير، سودو بلس سيم فيل للتنقل في المدينه، سيلفيان قال بيان ب تي دي دي بلس سيم. أنت تتنقل أون سكوتر، في سكوتر أو في سيارة؟ ردت نانسي قالت له لا نو جيميد بلاسي، أنا أتنقل في وسائل النقل العامة. لكن سينيبا براتيك هذا ليس عملي طول جور كل الأيام. إتوا وأنت تي موتوريست، من هواة الموتوسيكلات أو السيارات. الذي يوم فاتير، انا عندي سياره لكن جيني ليت لوزي، لا استخدمها بريسك تقريبا ابدا. لابلوبار دي توم، معظم الوقت انا استخدم التراموي او جيفيان دو او جيفيان اون مترو، اتي في المترو. انا اسكن بجانب المحطه. ايكون دي الفيبو، عندما يكون الجو جميل كوم اجوردوي اليوم، انا اتنقل بالعجله. ده سيلفيان اللي بيقول. لان سألت له سيفري، هذا صحيح، الفي انتون بجو جميل سوبراب رائع بورسي برومنيل التنزه. سيلفيان يسكن المحطة بتاعت المترو، هو قال قريب من، يبقى بريدو. كان دي الفيبو، عندما الجو يكون جميل سيلفيان يتنقل بالسيارة بالمترو بالعجلة. بالعجلة طبعا. أمبوسي برومنين، تستطيع التنزه عندما الجو يكون موفي سيء ممطر نجوم مسلك أو في سحب، ولا بو جميل عندما يكون الجو جميل. سي برسونا، هؤلاء الأشخاص يتنقلون يسكنون في الريف ولا في المزرعة ولا بعيدا عن المدينة ولا أون فيل في المدينة؟ قال كيف تتنقل في المدينة؟ سيبرسون، هؤلاء الأشخاص يتكلمون عن نشاط يومي، عن وسائل نقل، عن وسائل نقل. الاسكوتر يكون وسيلة نقل خاصة؟ ولا وسيلة نقل عامة؟ ولا امبارتي جزء من الجسم؟ ولا فورنتي سكولير أداة مدرسية؟ يبقى احنا خدنا الأولى دي. أنا مي زميلك فو أشيتير يريد شراء باجوت عيش طويل، أنت هتقول له عشت او اتنين عشت او عيش طويل ثمنه 2 يورو، هنا قسم البواسون المشروبات، اذهب الى قسم الخبز. فواميدو فولير، انت تحب الطيور، انت تقول انا احب الدجاج. فو انفورمي، انت تسال ولا تخبر؟ قال لك طالما كان ما فيش فو وفو يبقى دي معناها تخبر، يبقى انت تخبر زميلك عن تجهيزات الراس. انت هتقول له نحتاج الى ريشه، نحتاج الى بدله راس وحذاء راس. تيتو وبونت. الجمله اللي جايه، فو دوموند، تطلب من زميلك اين انفا، نذهب بور فير لكي نمارس تسلق. هو هيقول تروح فين عشان تمارس التسلق؟ نذهب على مير الى البحر، نذهب الى الريف. اين تذهب لكي تمارس التسلق؟
عند تطلب من زميلك أين يذهب لكي يمارس تسلق، هو حيقول أذهب إلى الجبل. أنا مين زميلك في ضمان يطلب منك كيف الذهاب إلى المدينة؟ أنت هتقول له في المدينة أخرج بالعجلة، أنا آخذ الأتوبيس أذهب إلى السينما، كيف الذهاب إلى المدينة؟ يبقى أنا آخذ الأتوبيس على القطار. أنت تطلب من زميلك سونسبور رياضته الكلاسيكية المفضلة، هو هيقول أنا أعمل رافتنج، ده خطيرة، التجديف خطير، التنس كلاسيكي، كرة الريشة تنفع والله. هو عايز الرياضة الكلاسيكية، تنفع كرة الريشة وتنفع التنس. انا اعشق بادمنتون كرة الريشة وانا امارس التنس، يبقى ممكن ناخده دي كمان، حتى الممارسة بتعتبر تفضيل. فوديمون ان تطلب من زميلك سونافي رأيه على انترونيير المدرب، انت هتقول له، انت بتسأل زميلك عن رأيه على المدرب، انت هتقول يبقى اكيد سؤال كيف تجد المدرب، ما فيش غير هي واحدة بس للسؤال الاخراني. فوبار لان تتكلم عن تجهيزات الناتاسيون السباحة، انت تقول لكي اسبح يلزمني مايو ديبان مايو سباحة، يبقى خدنا الاولاني. زميلك فودموند يطلب منك لوسيكليزم ركوب الدراجات، انه ماذا؟ انت تقول انه سباق على الاقدام، انه ماذا؟ سيكليزم ركوب الدراجات، انه سباق موتوسيكلات، انه سباق عجل، خدنا الاخراني. بقولك بور برلين لكي تتكلم عن عناصر الطبيعة التي انت تحبها، انت هتقول انا اعشق المنزل، انا احب الطبيعة، انا اعشق الجبال والبحار، دي عناصر الطبيعة. انا مين زميلك فودوماند يطلب منك تعريف الباسكت السلة، انت هتقول له هذه الرياضة تلعب به بنار بسلة، الاولانية زي الفل. فوترامي زميلك فودوماند يطلب منك لاكورس كيسكو سي، انت هتقول سيكوا سؤال ما تنفعش، انه رياضة دي كيب فرق، انه رياضة فردية، السباق رياضة فردية. اخر صفحة في الورق بتاع حصص مصر كلها، اللي عايزه طبعا هيبعت لي وانا هبعته له زي ما انا متعودين، يا اما في وصف الفيديو يا اما على الواتس، لو رابط بتاع وصف الفيديو ما فتحش ابعت له واتس انا بعته لك. نكمل مع بعض. امس هي نقط طرد متاخر، ماضي، فا سيكوشير ده مستقبل، سيكوش ده مضارع، سيكوشي مضارع، سيكوشي نامت، ده ماضي، يبقى خدنا الاخرانيه. جيتروف توم بنطلون، انا اجد بنطلونك بو جميل، تريبو جميل جدا، يبقى خدنا الاولانيه. اللي تستاهل هي تكره الاعمال المنزليه، هي لا تعمل ابدا سريرها، جميل. ميكو بن زملائي فورستير سوف يبكون عندهم، زملاء دي جمع مذكر، عندها ولا عندهن ولا عندهم؟ عندهم. نظافو بصين، احنا قضينا ان فواياج، رحلة دي مذكر، انا واحدة في دول بتاعت مذكر، قال لك اجريابل ممتع تمشي مذكر وتمشي مؤنث، انترسي مؤنث لها مذكر، بون لا تأتي في النهاية، لازم يجي وراء اسم، وادي مؤنث، يبقى شيء خدنا احنا الاولانية اللي تمشي مذكر وتمشي مؤنث. نيتي كوج بالا تنام متأخر، يا صغيري بأمر صغيري، أمر واحد مع التي فعل ذو ضميرين، تيكوشي سيكوشي. الفيلم فيان بيجي وراها دو زائد المصدر، ادي دو المصدر يبقى فاضل لك دو، الفيلم تون بدأ. الام جويه هو يحب ان يعزف على البيانو، آلة موسيقية مذكر مع فعل جويه، اخد دو التاني. كومونس لاكزامان يبدأ امتحان الجغرافيا، كم من في أي ساعة؟ تنفع في أي ساعة يبدأ امتحان الجغرافيا. ني بارل بالا تتكلم، بارل نهاية أوزاد، لا تتكلم المدرس يشاهدكم، كاف مين، أخذ فو.
وزافيك لاج ما عمرك العمر مفرد مذكر، اكتب عليه مفرد مذكر. اخذ انا واحدة في دول، قال لك كل الاخرانيين. التاريخ مفرد مؤنث، اخذ انا واحدة في دول، قال لك كل الاخرها اتنين ال الاولانيين. النيابة ده نفي، في حالة النفي بحط يا اما دي او يا دي ابوستروف، يبقى اخد دي او التالت. يوجد 50 صالدو كلاس، 50 صالة وقاعة فصل في المدرسة مذكر، اخد انا واحدة في دول، قال لك لول اولاني. اليس اوبير انه راعي اوردناتير الكمبيوتر، مذكر مذكر، اخد تن. سي ماتروس انها معلمتي هي تكون الى الي، يبقى اخد موا. الحمد لله رب العالمين، حلت لكم كل النماذج اللي نزلت على حصص مصر. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان تستفاد. ركز في الملحوظات اللي انا بقولها، معلش انا سرعت شويه في الاخر عشان خاطر الحق انجز الورق كله ما يزيدش عن ساعه. اشوفكم بخير يا رب في بقيه الحل بتاع اللي فاضل لي، اللي هو برافو من الاخر، فاضل لي فيه امتحانين او ثلاثة، واللمسه الاخيره بتاع جينيال بالاضافه لحصه المراجعه. اشوفكم بخير يا رب، اذا كان في الامر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.